كل الناس بتدور على السعادة، كل الناس نفسها تبقى سعيدة. انت لو عايز تبقى سعيد وتفرز هرمونات السعادة الخمسة الاندروفين بقى وكل اللي انت متخيله حتى من احساس الرضا، في خطوات بسيطة أوي. العطاء، تحس بالسعادة لما بتساعد حد، تحس بالسعادة لما تعطي لحد، تبقى قادر فعلا على المساعدة ولو بكلمة ولو ببسمة ولو بجهد عضلي، هم تساعد. رقم اتنين من الحاجات اللي بتساعد عن السعادة جدا جدا وصدرك يبقى منشرح التسبيح، تسبيح يا أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سبح يضيق صدره ها بما يقولون بأي حاجة بقى، فإيه فسبح بحمد ربك يبقى دوت التسبيح. وكن من الساجدين يبقى الصلاة، ساعد الناس، سبح، صلي. بصوا ايه كمان، يا العبوا مع الاطفال الصغير، العب مع اطفال صغير، احضنوا الاطفال الصغير، روح عند امك بوس ايديها وخليها تاخدك في حضنك وتدعي لك، روح لابوك بوس ايديه وخليه يطبطب عليك ويدعي لك، دي برضو من مسببات السعادة. انا عايزة اقول اخر حاجة وتعتبر اهم حاجة، انك تكون راضي عن الله عز وجل ورضيك، راضي عن ربنا في افعالك، في افعاله لانه افعاله حكمه مطلقه وخير، راضي عن الله في عطاء، راضي عن الله في اللي ربنا عطاه لك. الله عز وجل لما ترضى عنه هيرضيك، تبقى شايف كل حياتك خير والله. بس احنا ساعات احنا عارفين بني ادمين طبعا، يعني ساعات ما بنبقاش شايفين الحكمه قوي، ساعات ما بنبقاش واخدين بالنا ايه الخير قوي، لكن يقيننا من جوه ان هو ده الخير. والنقطه دي اهم من كل النقاط اللي انا قلتها. رزقنا الله واياكم السعاده دنيا واخره، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.